السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس رواد المستقبل ودرس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم من القواعد النحوية بعنوان الأفعال الخمسة. ماذا تعرف عن الأفعال الخمسة؟ أخذنا قبل كده الأسماء الخمسة، وبالفعل إحنا درسنا خمس أسماء فقط، تمام؟ طيب هل الأفعال الخمسة كمان خمس أفعال فقط؟ يعني نعدهم على أيدينا، مثلا ينام، يأكل، يشرب، يلعب، يذهب. نشوف مع بعض يعني إيه أفعال خمسة بقى؟ هي كل فعل مضارع ماله اتصلت به واو الجماعة، زي إيه؟ يفعلون، تفعلون، عدوا معايا، ده شكلين، تمام؟ أو ألف الاثنين جاب لي ايه؟ الشكلين بتوع الف الاثنين، يفعلان او تفعلان. رائع، يبقى انا كده معايا اربع اشكال. بعد كده عندي ياء المخاطبه تفعلين، بالتالي عندي كام شكل للفعل المضارع؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. من هنا جاءت التسمية بالأفعال الخمسة، لأنها خمسة أشكال، خمسة أشكال أو خمسة صور للفعل المضارع، تمام؟ وليست خمسة أفعال بالعدد، يعني خمسة أفعال معينين بالعدد، لا، خمسة صور أو خمسة أشكال. يجوا منين بقى الخمس أشكال؟ جميل، واو الجماعة ما تتصل بالفعل المضارع تجيب لي اتنين، ألف الاثنين إذا اتصلت بالفعل المضارع تجيب لي شكلين للفعل المضارع، ياء المخاطبة بتجيب شكل، بالتالي أصبحوا كام؟ خمسة أشكال. وناخد بالتفصيل ونفهم أكتر. البطريق هنا يعرفنا برضو على وزن اهو، تفعلان، تفعلون، يفعلون، تفعلين، يفعلان، هي دي صور ايه الفعل المضارع. ناخد مع بعض الامثله ونركز، تمام. لو قلت هنا انتم تكتبون بخط رائع، جميل، ده فعل مضارع اتصلت به واو الجماعه، اصبح من الافعال الخمسه. هم يكتبون، هم يكتبون بخط رائع. يكتبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة، يبقى الفعلين دول فعل المضارع اتصل به واو الجماعة، بالتالي جاب لي الشكلين دول اللي هو تكتبون ويكتبون مع أي فعل تاني برضو، مثلا تلعبون ويلعبون. جميل، تعالوا بقى ناخد المثال ده. هما يكتبان بخط رائع، تمام، فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أصبح فعل من الأفعال الخمسة. أنتما تكتبان بخط رائع، شايفين كلمة تكتبان أو ألف الاثنين، يبقى ده كده شكل من أشكال الأفعال الخمسة أو صور من صور الأفعال الخمسة إذا اتصلت به ألف الاثنين، إذا اتصلت به ألف الاثنين أو إذا اتصل به ألف الاثنين. المثال الأخير، أنت تكتبين بخط رائع، رائع، يبقى كلمة تكتبين فعل مضارع ماله اتصلت به ياء المخاطبة، اتصلت به ياء إيه؟ المخاطبة، يبقى ده فعل من الأفعال الخمسة. يعني لو قال لك استخرج من القطعة فعل من الأفعال الخمسة، بتدور أبحث عن فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ببساطة هي دي الأفعال الخمسة في منتهى السهولة والجمال. تعالوا مع بعض. الضمائر التي اتصلت بالأفعال الخمسة، ياء المخاطبة، واو الجماعة، ألف الاثنين، هي دي الضمائر اللي اتصلت بالأفعال الخمسة. تعالوا مع بعض بقى كيف تعرب الأفعال الخمسة أو كيف تعرب الأفعال الخمسة، تمام؟ في حالة الرفع احنا قلنا إن الأفعال الخمسة أصلاً فعل أفعال مضارعة، تمام؟ وإحنا أخذنا قبل كده في الدرس السابق إن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، تمام؟ كمان الأفعال الخمسة تعامل نفس المعاملة، ترفع، تنصب، تجزم. هنمشي بالتفصيل وناخد أمثلة ونفهم مع بعض. بنا دلوقتي هنشوف أمثلة على ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، يعني إيه؟ تعالوا معايا هنا كده. بقول المعلمون يجتمعون كل شهر،
يجتمعون ده فعل مضارع، تمام؟ مرفوع ليه؟ فاكرين كنت بقول لم يسبقه ناصب او جازم، لم يسبقه ناصب او جازم، يبقى يجتمعون ده فعل مضارع مرفوع. لحظه، انا كنت باخد الفعل المضارع العادي مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره اذا كان صحيح الاخر، مرفوع وعلامه رفعه الضمه، صح؟ تمام. لكن انا عندي فعل من الافعال الخمسه لهم قاعده خاصه بيهم. الافعال الخمسه نعرفها مع بعض ونحفظها، ترفع بثبوت النون، شايفين النون دي تفضل ثابته مش بتتحذف، لا تحذف، تمام. تاني، الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون، الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون، ده فعل من الافعال الخمسه اتصلت به واو الجماعه. رائع. المثال التالي، الطالبان يذاكران دروسهما. جميل، اعرب يذاكران، اقول اعرابه ايه؟ فعل مضارع مرفوع ليه؟ لانه لم يسبقه ناصب او جازم، يبقى يذاكران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ليه؟ لانه من الافعال الخمسه اتصلت به الف الاثنين. رائع. انت تقولين الحق، انت تقولين الحق، فعل مضارع من الافعال الخمسه اتصلت به ياء المخاطبه، اعرابه ترفع بثبوت النون، الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون. يبقى احنا كل الافعال اللي قدامنا دي اعرابها بالشكل ده، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. بالمناسبه عندي واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه، هي هنا الفاعل، الفاعل، تمام. ناخدها كمان شويه، اعرابها ضمير متصل في محل رفع فاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه، هنا الضمائر دي بتعرب هي الفاعل، بتعرب ايه؟ الفاعل. لكن الاعراب الصحيح ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. انت المطلوب منك ان انت تعرف ان الضمائر دي هي الفاعل، دي حاله الرفع. احنا كده رفع لمين؟ الافعال الخمسه، يعني هي افعال مضارعه. كيف تعرف الافعال الخمسه في حاله النصب؟ كيف تعرف الافعال الخمسه في حاله النصب؟ فاكرين بقى النصب ده امتى؟ ايوه ممتازين. اذا سبقت باداه من ادوات النصب اللي هي مين؟ ان، لن، كي، لم التعليل، وحتى انا اخذتها دي في اعراب الفعل المضارع. هو كمان الافعال الخمسه هتسبق بادوات النصب او حروف النصب ايضا؟ نعم، لان هي افعال مضارعه، تمام. يبقى ادوات النصب اذا سبقت فعل من الافعال الخمسه، هنا بنقول القاعده بتاعتها تنصب الافعال الخمسه بحذف النون. تعالوا نشوف كده مثال اهو، نفس الامثله اللي فاتت، المعلمون لن يجتمعوا كل شهر، المعلمون لن يجتمعوا كل شهر. ايه اللي حصل؟ عندي اداه من ادوات النصب، الفعل المضارع كان اصله في الرفع يجتمعون، كان في نون، تمام. في النصب بتحذف النون، يبقى سهل قوي قوي قوي. تاني، فعل المضارع الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون، النون موجوده، طيب تنصب بحذف النون. تاني، ترفع بثبوت النون، تحذف، تنصب بحذف النون. يبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه يجتمعوا. المثال الاخر، اجتمع الطالبان كي يذاكرا، كي يذاكرا الدرس. يذاكرا لو هي في حاله الرفع كانت تبقى يذاكران، اعرابها مرفوع بثبوت النون. طيب هنا منصوب ليه؟ ان سبقوا اداه من ادوات النصب اللي هي كي، بالتالي اعراب يذاكرا فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون، شلتها خالص لانه من الافعال الخمسه، تمام. ان تقول الحق خير لك، ان تقول الحق خير لك. تقولي فعل مضارع، ايوه ممتاز، اتصلت به ياء المخاطبه، يبقى ده فعل مضارع من الافعال الخمسه. جميل، هعربه ازاي؟ اشوف الاول هو قبله حرف ناصب او جازم، هناخدها كمان شويه. يبقى ان، ايوه فعلا من ادوات النصب اهي قدامي، يبقى تقولي فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه. راجع معاكم تاني، احنا اخدنا كده لغايه دلوقتي فعل مضارع من الافعال الخمسه
ترفع بثبوت النون، تنصب بحذف النون، ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون. ممتاز، كمل. كيف تعرب الأفعال الخمسة في حالة الجزم؟ في حالة الجزم، هو الجزم ده كان إزاي؟ كان لازم عندي أدوات الجزم أو حروف الجزم، اللي هي مين؟ لام الأمر، لن هي، ولم. لام الأمر، لن هي، ولم، دي أدوات الجزم. رائع. تعالوا بقى ناخد مع بعض أمثلة عشان نفهم أكتر. تجزم الأفعال الخمسة بحذف النون، يعني إيه؟ تعالوا مع بعض. المعلمون لم يجتمعوا كل شهر، تمام؟ يبقى عندي هنا لم أداة من أدوات الجزم أهي. رائع. يبقى الفعل المضارع ده مجزوم، هيجزم بإيه؟ الفعل المضارع العادي كان بيجزم بالسكون لو هو صحيح الآخر. طيب فعل من الأفعال الخمسة بيجزم زي النصب بالظبط بحذف النون. يبقى هنا عملت ايه؟ حذفت النون. هنا عملت ايه؟ حذفت النون. تعالوا بقى المثال اللي بعده. لتذاكر قبل الاختبار بوقت كاف، تمام؟ يبقى هنا دي لام الامر، دي لام الامر، بالتالي ده فعل مضارع مجزوم بحذف النون لان سبق بلام الامر وهي احد حروف الجزم. تمام. عندي بعد كده لا تقولي غير الحق، لن هي، لن هي، لن هي من أدوات جزم الفعل المضارع، دخلت على فعل من الأفعال الخمسة، يبقى الفعل ده هيجزم بحذف النون. يجزم بإيه؟ بحذف النون. رائع. يبقى إعراب الأفعال اللي قدامنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تمام. نراجع مع بعض القاعدة تاني. الفعل المضارع يرفع بثبوت النون، ينصب ويجزم بحذف النون، ينصب ويجزم بحذف النون. رائع. نكمل، ناخد مثال. لا تحلفوا بغير الله، لا تحلفوا بغير الله، اعرف ما كتب باللون الاحمر بالضغط عليه. هنعرف كده. طيب لا هنا دي لا ايه؟ نفي وجزم، حرف نهي، اسفه، نهي وجزم، لان لا النافيه ما بتعملش أي حاجة في الفعل المضارع، لأن هي اللي بتجزم. يبقى عندي هنا تحلفوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، إنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة أنا قلت قبل كده ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هقول تاني، واو الجماعة اللي في الاثنين ياء المخاطبة بتعرب فاعل، تعرب فاعل. تمام. نكمل، ناخد القاعدة بقى نستخلص أو الاستنتاج كله من اللي احنا قلناه. لو قلت الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به آخره أو اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، جميل. علامة رفع الأفعال الخمسة ثبوت النون، وعلامة نصبها وجزمها حذف النون. رائع. طيب يكون الضمير اللي هو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في محل رفع فاعل، تمام؟ أو يكون اسم لكان، لو قلنا كانوا أو أصبحوا، يعني اسم لكان أو إحدى أخواتها. تاني، الضمير اللي هو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة بيكون في محل رفع فاعل أو اسم كان أو إحدى أخواتها. تدريب، أكمل الفراغ بوضع فعل من الأفعال الخمسة. أيتها الفتاة، عليك أن بالخلق القويم، ممكن نقول تتمسكي أو تتحلي. طيب أنا ليه قلت هنا تتمسكي ما قلتش تتمسكين؟ لأن عندي هنا إيه؟ أن أداة من أدوات النصب. ونتذكر مع بعض الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة ينصب بحذف النون، يبقى تتمسكي المضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. أيتها الفتاتان، عليكما أن تتمسكا. رائع. فعل مضارع من الأفعال الخمسة، عرفت إزاي؟ متصل به ألف الاثنين، والفين النون، النون هتحذف لأن عندي أن أداة من أدوات النصب، والفعل المضارع أو الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. أيها الفتية، عليكم أن تتمسكوا بالخلق القويم. تتمسكوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة،
اتصلت به واو الجماعه يبقى ينصب بحذف النون. حول الجمله التاليه الى المثنى والجمع مع تغيير ما يلزم. العامل المجتهد لن يقصر في أداء واجباته. العامل المجتهد لن يقصر في أداء واجباته. عندي هنقول إيه؟ هنحول الجملة دي للمثنى. هنقول إيه؟ العاملان المجتهدان لن يقصرا في أداء واجبتهما. تمام؟ واجباتهما. العاملان المجتهدين لن يقصرا في أداء واجباتهما. تمام؟ يبقى المثال العاملان المجتهدان لن يقصرا في أداء واجباتهما. تمام، يبقى أنا عندي هنا الفعل يقصرا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، منصوب بعد لن، وعلامة نصبه حسب النون. عندي بقى الجمع، العاملون المجتهدون لن يقصروا في أداء واجباتهم. يبقى كلمة يقصروا هنا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، منصوب وعلامة نصبه حسب النون، ولازم نقول إن ألف الاثنين وهو الجماعة لم يتصل مبني في محل رفع فاعل. حول الجملة التالية إلى مثنى وجمع مذكر. لا تسرفي في استهلاك المياه. لو أخذنا المثنى لا تسرف في استهلاك المياه، طبعا ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حسب النون، عندي لا النهاية اهي، لأنه من الأفعال الخمسة، ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. عندي بعد كده ناخد واو الجمع. لا تسرفوا في استهلاك المياه. تسرفوا فعل مضارع من مرفوع مجزوم وعلامة جزمه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة هنا أهي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يعني الفاعل. طيب الاستنتاج سريعا مع البطريق كده. إذا سبقت الأفعال الخمسة بأداة نصب تحذف النون. تمام، إذا سبقت الأفعال الخمسة بأداة جزم تحذف النون. الأفعال الخمسة إذا لم تسبق بأداة نصب أو جزم ترفع بثبوت النون. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتحذف بحذف النون. ناخد تدريب أخير وشامل. أعرف ما تحته خط في الجمل الآتية. أول جملة الفريقان يلعبان. جميل، الفعل ده قبل ما أعرف لازم أفكر. أولاً في ناس هتغلط وتقول لي يلعبان خبر مرفوع وعلامة رفعه، يعني هيكمل بقى. طيب أنا الخبر اللي بنعربه إعراب مرفوع أو إعراب صريح مباشر هو الخبر المفرد. الفعل بيظل فعل ويعرب فعل كما هو. يلعبان إعرابها فعل مضارع. طيب هو ده الفعل المضارع عادي ولا فعل مضارع من الأفعال الخمسة؟ لا، فعلا فعل مضارع من الأفعال الخمسة. اتصلت به ألف الاثنين يبقى إعرابه فعل مضارع. يلعبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. مرفوع بثبوت النون أو الإعراب الكامل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تمام، ألف الاثنين طبعا هنا الإعراب الصحيح. لو الإعراب ده بقى اللي هو مطلوب منك بالشكل الكامل، ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية زي ما أخذنا في أنواع الخبر ده الإعراب الكامل. هنقول الجملة دي عشان بس بعد كده عايزين يبقى التركيز على الأفعال الخمسة. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو الفريقان. المهم إن يلعبان ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تعالوا بقى نعرف يتفوقون. يتفوقون أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هو مرفوع ليه؟ لأن لم يسبقه ناصب أو جازم. تمام، الرجال يحافظون على العهد. كلمة يحافظون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. جميل، الطالبان لن يدخرا جهدا للتفوق. الطالبان لن يدخرا جهدا للتفوق. لن أداة من أدوات النصب.
دخلت على فعل مضارع من الأفعال الخمسة، فكر القاعدة، فعل الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. واو الألف الاثنين هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب المهملون لن يتفوقوا، عندي هنا لن أداة من أدوات النصب أيضا، يتفوقوا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. عندي بعد كده الأولاد لم يهتموا، الأولاد لم يهتموا ب الأولاد لم يهتموا باللعب، عندي يهتموا فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الإثناء واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. لا تهملي النظافة، تهملي ها فعل مضارع أيضا من الأفعال الخمسة، اتصل به ياء المخاطبة وقبله لا النهية، يبقى ده فعل مضارع مجزوم بعد لا النهية وعلامة الجزم حذف النون. تمام، يبقى احنا كده خلصنا درس النهاردة الحمد لله. نرجع مع بعض القاعدة سريعا، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة، علامات إعرابها ترفع بثبوت النون، تجزم وتنصب حذف النون. بس هو ده درس النهاردة منتهى السهولة، وأرجو أن تكونوا استفدتم، وأن تكون في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.